تعالوا نعرف أكثر عن المبادرة من دكتور مصطفى مزمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير يا دكتور مصطفى. الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. هبه معاك بقى، عايزه تبدا بس. مساء الخير يا دكتور. اولا بنحييكم على المجهود الكبير اللي بيبذل في هذه المبادره، واللي احنا بدانا اهو من دلوقتي نشوف ثماره، ومتوقعين ان شاء الله ان هيكون عندكم مجهود اكبر الايام اللي جايه. ربنا يقويكم. الله يخليكي، بشكر حضرتك، وان شاء الله يمكن كل المصريين يكونوا شركاء وداعمين. ده اكيد المبادره باذن الله. احنا عشان كده بقى عاوزين نعرف في البدايه عدد المتطوعين لحد النهارده وصل لكام؟ الحقيقة معانا في التحالف الوطني 250,000 متطوع حتى الآن، وإن شاء الله بنأمل في الشهور القادمة نصل ل 300,000. و 300,000 مستمرين في كافة المبادرات اللي بيطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ما شاء الله. الهدف من وجود المتطوعين هو تنمية مهارات وسلوكيات الشباب، وتوفير فرص للتدريب وفرص للتأهيل والتحكم كثير من الجهات والمؤسسات العامله والفاعله جوه التحالف الوطني، وخبره ميدانيه. صحيح. وعاوز اقول لحضراتكم كمان ان احنا بنتكلم على 250,000 متطوع، دول وفروا اكثر من 36 مليون ساعه في العام الماضي بقيمه تقدر باكثر من 65 مليون جنيه. ده لو احنا النهارده بنشتغل مع جهاز تنفيذي او صحيح. فريق تنفيذي. فالمتطوعين مش بس المساعده والدعم او التشجيع، هو كمان إضافة كبيرة جدا ليهم في مهاراتهم الشخصية، حبهم للخير بيبعد عنهم كثير من الأضرار اللي يمكن بنقابلها صحيح. بعض الشباب الآخرين اللي يمكن ساعات نتكلم على لا قدر الله إدمان، نتكلم على مشاكل بتواجه الشباب في وقت الفراغ أو الوقت اللي هو مش مشغول بقضية أو بحلم هو بيحلم له. فالحقيقة اندماجهم في الجامعات الأهلية وفي مبادرة زي كتف كتف استفادة على كل المستويات. طبعا ده صحيح يا فندم. ويمكن احنا النهارده شغالين دلوقتي معاهم في تجهيزات في كل المحافظات على مستوى الجمهوريه، بنعبي 4 مليون كرتونه، بنوزع الحمد لله 16 محافظه، ومكملين الانطلاق الاكبر يوم الجمعه ما شاء الله فخامه السيد الرئيس. مكملين استفاده من هذه المبادره يتعدى ان شاء الله مش ال 20 مليون فقط، مليون مستفيد من ال 4 مليون كرتونه. احنا بنتكلم على خدمات بيقدمها كل اعضاء التحالف لما يقرب من 30 مليون مستفيد، وده مش تمكين فقط الاجتماع او مظله حمايه اجتماعيه، احنا بنتكلم على تمكين اقتصادي، وبنتكلم على دعم للمتفوقين تعليميا، وبنتكلم على مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، بنتكلم على حاله اجتماعيه متكامله. طبعا احنا هنا لما نتكلم يا فندم عن 30 مليون مواطن مستفيد بشكل مباشر من المبادره العظيمه دي، اللي هي تعتبر اكبر مبادره حمايه مجتمعيه عاشتها مصر على مدار السنوات اللي فاتت. والنهارده عدد الشباب حضرتك بتقول ربع مليون، في توزيع لوجستي محترم انا شايفاه جدا. احنا مش بنتكلم بس على مستوى القاهره، بنتكلم على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه والمحافظات الحدوديه. حضرتك كنت بتسال النهارده الصبح على متطوعين في التجمع الخامس تحديدا على صفحتك، وصل ولا لسه؟ انا عاوز اقول لحضرتك انا كتبت البوست الصبح، عشان طبعا كل شبابنا دلوقتي في الاستاد او في المحافظات. انا بعد بالظبط نص ساعه من كتابه البوست كان عندنا في التجمع الخامس حوالي 800 متطوع من ابناء التجمع الخامس، يعني مش بقول حاجه بره الكلام. ياه، على طول كده في ساعتها. طب وده يدي حضرتك انطباع بايه يا فندم؟ والله بص، الفكره المصريين والشباب المصريين في حبهم للخير ودعمهم في وقت الازمات، وان احنا لا قدر الله ما بيحصل اي مشكله اقتصاديه عالميه، بنلاقي الشعب المصري الحقيقه بيزداد في خروج الخير والتطوع والدعم الانساني اكتر بكتير من الاوقات العاديه. وده النهارده بيدل على ان انا كنا عاوزين نعبي الصبح 10,000 كرتونه مواد غذائيه، احنا خلصناها يمكن في 3 ساعات ما شاء الله. فده يمكن بيخلينا يدينا كمان يعني حب الفكرة ان الشباب مؤمنين بقضايا البلد بتاعتهم، واقفين في ظهر بلدهم. هو ده المتوقع من شبابنا. وبنشكرك دكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا لحضرتك.